تسعيرة جيدة وتسعيرة منطقية وتسعيرة. الآن لازم ما نتكلموش على التسعيرة، لازم نتكلموا على الاستهلاك. الاستهلاك اللي ماهوش عقلاني، يعني كي تشوف الفاتورة لأي واحد منا حتى المتحدث معكم، لازم يحافظ على الكهرباء، لازم نشوفوا كيف رانا نستعملوا في الكهرباء، لأن التسعيرة تسعيرة معقولة جدا، لكن الكمية التي رانا نستعملوها في كل منزل هي اللي ماهيش معقولة. لكن درجة هذه درجة الحرارة العالية وفي وسائل حديثة للتقليل من هذه الدرجة من هذه الحرارة، وكذلك استعمال كذلك الطاقة بصفة عقلانية تخلينا نوفر ونكون تكون عندنا فاتورة معقولة إن شاء الله.